عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن ملحقات الفوتوشوب أو الحاجات اللي أنا ممكن أضيفها للفوتوشوب. زي ما احنا شايفين عندي شيبس، عندي بلاجن، عندي الأكشن، عندي السويتشز، عندي البروش، عندي الستايل. طيب تعالوا نفهم الأول ايه دول. نعمل نيو زي ما قلنا، كنترول ان من الكيبورد بيفتح معايا ملف جديد. اول حاجة عندي، نفتح الملف ده. اول حاجة عندي الشيب. الشيب دي اللي هي لما بختار الكاستم شيب تول، بلاقي عندي فوق في الاوبشن ظهر عندي حاجة اسمها شيب وسهم صغير. لما بفتحه بلاقي عندي مجموعة من الاشكال اللي احنا اتكلمنا عنها في درس البين تول، وقلنا انها بتنزل على شكل باص اللي انا بقدر اعدل فيها بالبين تول. تمام، طبعا فاكرين الدرس ده. طيب ازاي بقدر، طبعا الفوتوشوب ما بيجيش بالكم الكبير قوي ده من اللي انتوا شايفينه من الشيب، لا هو بيجيلي بشوية صغيرين خالص اللي هما الديفولت بتاع البرنامج، وانا بقدر اضيف بعد كده الزيادات دي. طب بضيفها ازاي؟ اول حاجة بيبقى شكل الايقونة بتاعه يبقى بالشكل ده، مكتوب عليها شيب. طيب نيجي ازاي نضيفها. بختارها وبفتحها كده، بلاقي في سهم صغير بقدر اعمل منه بريسيت مانجر، واقدر اعمل منه لود. بحدد مكانها فين شيب واقول له لود. طبعا انا عندي هنا العدد كبير جدا فمفيش مكان انه ياخد حاجة تانية، بس انت لما هتيجي تجربها هتلاقيه هتنزل معاك، هينزل لك الاشكال اللي جوه. تقدر تحمل كل الملحقات دي من اي مواقع بيبقى فيها ملحقات للتصميم زي الفرش والفلاتر والكلام ده، هتلاقي الشيبس وهتلاقي الجريدينت وتقدر تبحث عنها في جوجل. طيب كده انا بقدر اضيف الشيبس. طب في طريقة تانية اقول لك، ان انا بفتح بضغط عليها كده القائمة بتاعي وبصغر ده وبقوم ماسكها وسحبها عليها. برضو انا عندي العدد كبير فمش هيستقبل. طيب نيجي على تاني حاجة، الجراديانت برضو نفس الموضوع، يا اما بعملها بريسيت مانجر واقول لود واحطها من المكان اللي بتبقى موجودة فيه، يا اما بمسك الجراديانت. فين الجراديانت؟ عندي بيبقى شكل الايقونة بتاعها ده بيبقى مكتوب عليها جريديانت، يا اما بقوم ماسكها واشدها على التول بار هنا بلاقي طبعا الجريديانت بتنزل لي اخر حاجة، يا اما بعمل لها لود من البريسيت مانجر لود وبختار مكانها وبقول له لود. اي حاجة من الطريقتين بتشتغل معايا عادي، مفيش اي مشكلة. طيب عندي ايه تاني ممكن اضيفه في الفوتوشوب؟ عندي البروش، عندي الفرش. طب بختار التول بتاع الفرش وبعد كده كليك يمين وبفتح السهم الصغير بقوله بريسيت مانجر كله بنفس الطريقة وبعمل لها لود وبنزل هنا اقول له لود، بلاقي البروش نزلت معايا وما فيش اي مشاكل زي ما احنا شايفين، وبقدر اختار اللي انا عايزه وبستخدمه في التصميم بتاعي. طب ايه تاني اقدر اضيفه؟ صغر. اقدر اضيف الاكشن. الاكشن بعمل لها لود، لود اكشن وبضيفها عادي برضو مفيش اي مشاكل، يا اما بمسكها واقوم سحبها على البانل بتاعي بس بسحبها من الملف نفسه، يعني عندي ملف الاكشن بقوم سحبها كده بتقوم نازلة عندي الاكشن بكل سهولة في البرنامج. وعندي كمان اقدر اضيف كولر، اقدر اضيف كولر، عندي اللي هي السويتش بقدر اضيفها بتنزل عندي الكولر.
وبقدر اضيف اخر حاجة عندي اللي هي الفلتر. نقفل بقى الفوتوشوب كده. انا عندي نوعين من الفلاتر، عندي نوع بعمل له سيت اب، عندي نوع بعمل له سيت اب ونوع باخده وبحطه في ملف البلاجن. اول نوع اللي هو بعمله سيت اب مثلا زي الفلتر ده، اوكي، وبعادي بعمل نيكست عادي، وبحدد مكان الفايل بتاعي، بخش على الكمبيوتر على السي على البروجرام فايل على ادوبي على ادوبي فوتوشوب، بدور عليه على بلاجن واقول له اوكي، واقول له نيكست نيكست، ده بينزل. عندي فلتر تاني برضو بيبقى مكتوب عليه بلاجن، باخده كوبي في نفس المسار اللي احنا مشينا عليه دلوقتي، باخده كوبي خش على ماي كمبيوتر على السي على البروجرام فايل على صغر شوية على ادوبي على ادوبي فوتوشوب على فولتر اسمه بلاجنز على اقوم اعمله بيست، اقول له كونتينيو. طب تعالوا نشوف الفلاتر دي اشتغلت ولا لا. نفتح الفوتوشوب تاني، مع الفوتوشوب بروح على قائمة فلتر، بلاقي عندي فعلا الفلترين اللي انا اخترتهم نزلوا. طب اتأكد، اقول له نيو مثلا، نعمل اي مربع كوبي، اقول له خليك باللون ده، جرب مثلا فلتر اللوكس، زي ما احنا شايفين كده فلتر شغال ما فيش اي مشاكل. كده احنا اتعرفنا على كل الملحقات اللي ممكن نضيفها لبرنامج الفوتوشوب، بجانب طبعا الفونت اللي هي بتنزل اصلا مع الويندوز. استنوني ان شاء الله مع الدرس الجاي اللي هنتكلم فيه عن الالوان. تحياتي لكم، مصطفى مكرم.